ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. الله الله يفتح عليك. الله يخليك يا دكتور، يديك الصحة يا رب. وإياك يا أختي. والله أنا ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضلي. السؤال الأولاني عايز أعرف يعني إيه حكم الدين في الراجل اللي بيقول سره ويفسد سر بيته كله للناس بره، ما بيخليش حاجة إلا ما بيقولها. لو أي حاجة في البيت حصلت يا دكتور بيروح يقولها. يعني احنا بنعرف اخبار بيتنا من بره. الراجل اللي بيقعد يرد في الكلام يعني اكثر من الست لا مؤاخذه يعني في الكلمه، بيقعد يرد في الكلام بيقول كل اخبارنا كلها بره يا دكتور. والسؤال الثاني، والسؤال الثاني، السؤال الثاني عايزاك تعمل حلقه حضرتك للجار. يعني الجار الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بالجار لغايه ما كان هيورثه، يعني احنا كنا نورث بعض من الجيران. الجار للجار، ربنا وصانا على الجيران. اعمل حلقه يا دكتور معلش للجيران يبقوا كويسين مع بعض. حاضر. زي زمان كده والايام الحلوه بتاعت زمان اللي كل الناس بتحبها، والايام الحلوه ترجع تاني. اللهم امين يا رب. اولا شكرا مفؤاد. السؤال الاولاني اجابته في الحديث النبوي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي هيجاوب. من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه جعل افشاء اسرار البيوت من الذنوب. يعني انت كده لا حصلت اديه ولا شناوي زي ما بيقولوا الفلاحين زمان. كسبت سيئه لما تروح تقول وعملنا وسوينا ونامت وصحيت من النوم عندها صداع وعملت كوباية شاي وقلت لها اعملي لي معاكي. الله يخرب بيت دماغك، الله يخرب بيت دماغك، الله يخرب بيت تربيتك. الله يهدي خطيب الجمعة اللي المفروض يتناول موضوعا مثل هذا الموضوع لتوعية الناس وتذكيرهم بدينهم. البيت ده لا يعلم سره إلا الله. الذنب ده يكبر شوي، لسه مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذنب ده يكبر شوية ويبقى كبيرة لو أفشى الرجل العلاقة اللي بتسموها حميمكة، العلاقة الحميمكة الحميمية يعني. لو قال احنا عملنا كذا امبارح بقت كبيرة من الكبائر. نعم.